وفي نشرتنا أيضا مسرور برزاني والسفير البريطاني يتفقان على أهمية تجنيب العراق ما تشهده المنطقة من حروب. اعتقال 124 بتهم التعاطي والإتجار بالمخدرات في السليمانية. وانطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث تطورات الأحداث في غزة. رحلة النزوح القاسية عبر الممر الوحيد من شمالي إلى جنوبي القطاع تكرس مشاهد مأساوية. مزاد لبيع أسماك كوي في اليابان، رمز السعادة والحظ.